أهلا ومرحبا بكم مجددا، أحيي عبر هذه الحلقة ضيفي الأستاذ شوقي عبد العظيم. أهلا ومرحبا أهلا أستاذ أهلا شوقي. وسهلا، أهلا بك وأهلا بضيوفك الكرام وبمشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا. عدد من الأخبار سنقرأها ومن ثم نتابع ذلك بالتحليل. نعم، مرحبا. نستهل بالحراك الثوري ونقرأ: تجمع المهنيين، الدرب مفخخ بأعداء التغيير. تقدم تجمع المهنيين السودانيين بالتهنئة لكافة طبيبات وأطباء السودان لتقدمهم العظيم نحو تكوين نقابتهم الفئوية بانتخاب لجنتهم التمهيدية ديمقراطيا بعد 3 عقود من الغياب القسري. وقال التجمع من خلال بيان: نحو استعادة كافة النقابات تصطف كيانات التجمع تضامنا لإنجاز فرضها الثوري لتأسيس سلطة الشعب وتحقيق التغيير الجذري الشامل. ندرك أن الدرب مفخخ بمجيرات المواقف وأعداء التغيير، ولكن دوما ينتصر الحق وإن طال الزمن ما دامت إرادة التغيير فاعلة وقائدة باسم الشعب والشهداء. يؤسس المهنيين نقاباتهم بصبر وكثير من العنت متاريسا للنجاة من سياسات الأنظمة الهالكة سارقة أحلام وحقوق العاملين بل كافة الشعب، ومعاولا للبناء والعمار والتنمية المستدامة لوطن يحترم خيارات أبنائه الميامين. نقابة الأطباء تعد خطوة في سكة النصر وعين على متربصي الغدر. نمضي بالثورة نقابة ولجنة حي لتتويج نضالات وبسالات الثائرات والثائرين نحو سودان جديد. أستاذ شوقي، تكوين نقابة الأطباء جاء في زمن مهم جدا بعد أن تكالبت الكثير من الأشياء التي يعني ما فتئت معاولها تحاول أن تهدم ما تم خلال الفترة الديمقراطية القصيرة قبيل الانقلاب. الآن يعني سبقهم اتحاد الصحفيين ونقابة الصحفيين، والآن يحذو الأطباء حذوهم. نعم، هو الفكرة الأساسية التهنئة المستحقة لكل الجهات اللي هي اللي بتشتغل الآن عشان تكون نقابات، نعم، لأن النقابات دورها مهم جدا في هذا التحول، التحول نحو الديمقراطية أصلا هو قائم على نقابات، نعم، يقوم على النقابة. والنظام البائد ده أول ما جاء هو قام عطل كل الاتحادات، حل صحيح، كل الاتحادات وحل كل النقابات لفترة طويلة جدا. ما كان في اتحادات ونقابات حتى في الجامعات وفي الاتحادات الطلابية، كان بيسعى باستمرار لأنه ما يخليها تقوم، لأنها هي في الآخر بتمثل الناس. نعم، طيب ده دور أول، هم دمروا هذه المسألة وفي الآخر كانت تحولت إلى نقابات هي جزء من النظام، جزء من نظام المؤتمر الوطني. وشفنا شكليا هي نعم هي نقابات نقابات تمثل الناس لكن تنفذ أجندة المؤتمر بالضبط كده، الوطني. وكانوا بيسيطرين عليها تماما وأقاموا الفرعيات للمؤتمر الوطني داخل المؤسسات الحكومية. نعم نعم، وفي آخر المطاف اتحاد نقابات السودان كان على رأسه إبراهيم غندور. إبراهيم غندور ده بقى هو رئيس المؤتمر الوطني والمعروف يعني عنده علاقته نعم بالنظام وبقى وزير خارجية وكده. فلذلك هي كانوا محرصين جدا إنه النقابات دي دورها ما يقوم. جات الفترة الانتقالية بدوا يعرقلوا النقابات وبيفتكروا إنه هم نقابات شرعية، رغم انه نحن انا طبعا نحن عندنا كصحفيين عندنا قصص شهيره مع اتحاد الصحفيين. اتحاد الصحفيين ما كان عنده ادنى علاقه بالصحفيين وما كان بيعرف من هم الصحفيين ذاته، صح، تعريف الصحفي ما كانوا قادرين يعرفوا من هو الصحفي، لانه كان بياخذوا بطاقات اللي هو موظفين العلاقات العامه، مع كامل احترامنا ليهم، العاملين في الشرطه، العاملين يعني في لواءات في الشرطه حتى والجيش. الفنيين داخل الصحف نعم وهم لا يسوا بصحفيين نعم، يعني. كانوا نعم عندهم بيدوم بطاقات الصحفيين نعم ويدوم الغيظ الصحفي ويدوم عشان يجوا يصوتوا في في الانتخابات. الانتخابات، نعم. وانا في مداخله كنت مع رئيس اتحاد الصحفيين صادق الرزاقي، كان بيفتكر انه الانتخابات اللي قامت لنقابه الصحفيين كانوا فيها 1200 ناخب او 1300 ناخب، وهو بيفتكر انه عدد الصحفيين عدد قليل، ضخم، هو نعم بيفتكرهم 10000. نعم قلت له فعلا هم اكثر من 10000، لانه انت بتدي البطاقه لاي زول. نعم فدي كانت اختراق كل دي عن طريق النقابات. لذلك الان ما يحدث في عوده النقابات دي مساله مهمه، وفي حاجه ثانيه اهم من ذلك، الفتره الانتقاليه هي فترات ما بيكون فيها انتخاب للناس اللي بيتحدثوا باسم الثوره وبيكونوا متصدرين المشهد. نعم النقابات هي الجهات المنتخبه من زي يعني اتحاد العمل في سوريا، في تونس، نعم اتحاد الشغل في تونس ده هو لانه هو منتخب، النقابات دي بتنتخب من القواعد. فافتكر انه ما الاطباء ذاتهم عندهم دور مهم في كل الثورات اللي حصلت في السودان، كان عندهم ادوار مهمه جدا، واضراب الاطباء ده دائما هو اضراب بيكون عنده تاثيره على البلد. نعم هم في الجيش الابيض كان مؤثر نعم بشكل كبير في نعم المشهد. هو في 85 سقوط النميري كان باضراب الاطباء، نعم والموكب الشهير موكب الاطباء الشهير. لذلك الانغاز ده من جات في 90
أول إضراب للأطباء اتعملت معه بعسف شديد وبعنف شديد، وده اللي قتل فيه علي فضل. استشهد فيه علي فضل. نعم. يعني استشهد فيه علي فضل لأنه طرقوا المسمار في رأسه، القصة الشهيرة. ودخلوا الأطباء بيوت الأشباح، وشفنا دكتور مامون هسه في انتخابات النقابة وهو يعني تعرض لتعذيب شديد. نعم. وسيد عبد الله دكتور سيد ده من الناس اللي حكموا عليه ب 15 سنة سجن، وحكموا عليهم بالإعدام. تدخلت الأمم المتحدة لتنقذهم من حبل المشنقة لأنهم فقط قرروا الإضراب عن العمل احتجاجا على الشيء اللي حصل، الانقلاب اللي حصل، وعلى بيئة العمل وعلى وضع البلد كله. فلذلك أنقذتهم الأمم المتحدة من حبل المشنقة بسبب إضراب الأطباء. لذلك الآن نقابة الأطباء هي نقابة مهمة، عندها دور كبير جدا في ما في مستقبل العملية السياسية نفسها، ليست العملية المهنية وحدها يعني. طيب بشكل عام ما المطلوب من المهنيين في كافة قطاعاتهم لتكوين مثل هذه النقابات؟ شوف احنا في الصحفيين عملنا اتحاد، عملنا نقابة الصحفيين، وعملناها بخطوات شفافة جدا ومشهودة من كل الناس، وكانت مراقبة من المهندسين اللي هو كنا في دارهم، ومراقبة من المحامين بشكل كبير جدا، كل محامي الطوارئ والمحامين بشكل كبير الوطنيين الديمقراطيين كلهم كانوا موجودين في انتخابات الصحفيين. نعم. وعملناها بلجنة تمهيدية كما يفعل الآن الأطباء وبكل شفافيتها. الآن لديها دور كبير جدا وعندها أثر على حتى على العمل الصحفي وعلى تدريب الصحفيين. على الآن احنا بنتعامل، انا عضو في هذه النقابة، وفي انا في المكتب في مجلس النقابة، انتخبت عضو مجلس نقابة. فالآن هي احنا بنتعامل مع جهات كبيرة داخل السودان وخارج السودان لأننا نقابة منتخبة. وافتكر ان المهندسين ماشيين في هذا الطريق، والمحامين ماشيين في هذا، كل الجماعات المهنية ماشيين في هذا الطريق، لكن محتاجين نسرع عشان نكون النقابات. هي حتكون الجهات المنتخبة حتى ما بتسمح بانقلاب عسكري، وما بتسمح هي المفوضة من 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 نقاباتها أو من عضويتها أو من المهنيين بتاعينا، فبتتحول لتجمع مهني منتخب انتخاب حقيقي يعني. فأنا أعتقد أنه دورها مهم ويجب أن الناس يذهبوا فيها. يعني الآن تجمع المهنيين يهني، هذه واحدة من أذرع مكوناته الكثيرة المهنية المختلفة. أين موقع تجمع المهنيين الآن مما كان عليه في مع انطلاقة الثورة؟ نعم، هو تجمع المهنيين تعرض لنفس الأزمة، أزمة عدم الانتخاب دي اللي كنت قلتها لك في الأول. نعم. اللي هي بقت أنه في من سينتخب من، ومسألة الناس الجايين لتجمع المهنيين الأول كانوا جايين بالمد الثوري. صحيح. ما جاء منتخبين يعني. فلذلك بعد يعني هدأت الأحوال، بقت في ثورة وماشيين لشرعية جديدة، بدأت الخلافات داخل تجمع المهنيين. فالآن المسألة دي حتى مسألة النقابات دي حتحل المسألة دي. أنا كمنتخب أنا بستطيع أحدد من سيمثلني في تجمع المهنيين، وتبقى دي تجمع مهنيين منتخب من قواعد، تمتلك صلاحيات كبيرة. نعم. لأنك مفوض. نعم، لأنك منتخب ليست. نعم. مفوض فقط. نعم. أنت جايب الانتخاب. صحيح. من رغبة القواعد ونغبة المهنيين الموجودين في مهنتك، صحفيين أو محامين أو مهندسين أو أطباء، فهم سيكونوا في آخر المطاف تجمع المهنيين المنتخب، وحيكون تأثيره أكبر ربما من التجمع السابق. نعم، ننتقل مباشرة إلى صحيفة السودان تريبيون، ومنها نقرأ: مرمى ناصر ينفي مسعى الأمة القومي لافتراع عملية سياسية جديدة. نفى رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله مرمى ناصر ما يشاع عن مساعيهم لتأسيس عملية سياسية جديدة موازية للعملية الجارية لإنهاء الأزمة الناشبة منذ استيلاء العسكر على السلطة في 25 من أكتوبر للعام 2021. وتجيء تصريحات ناصر غداة لقاء ضمه وقادة مناهضين للاتفاق المبرم بين الجيش وقوى مدنية باحثة عن الديمقراطية بشأن الصراع العسكري. وشدد ناصر في بيان على التزام ودعم الحزب للعملية السياسية الجارية ونتائجها، وقال على الاجتماع الذي انعقد في منزل رئيس حركة تحرير السودان مني أركوي مناوي: نتائجه ليست عملية سياسية جديدة. راجت أستاذ شوقي كثير من الأقوال في الفترة الماضية وروجها أعضاء الكتلة الديمقراطية بشكل عام أنهم ربما سينضمون إلى شكل التفاهمات الموجودة الآن بين المدنيين والعسكريين والعملية السياسية، لكن وفق عملية سياسية جديدة. نعم، ما في أي كلام زي الحقيقة. المسألة دي تستغل دائما. نعم. كل يعني، ودائما أفتكر أنه السياسيين التوضيح بيجي متأخر كردة فعل، هذه الأزمة الأساسية. فالتصريح أنت في من أول لحظة كان على حزب الأمة يوضح هذه المسألة، أنه جاء الاجتماع دري شنو. نعم. واجتماع الدعوة كانت دعوة عريضة لجهات مختلفة، وكان العنوان العريض لها انه الازمه بين العسكريين، الخلاف العسكري العسكري، واللي هو احدث توتر كبير في البلد. فكانت هنالك مبادره
انه الناس يجتمعوا لحل هذه المشكله للتوسط وهكذا يعني. نعم. فجاءت كل الاطراف دي، وفي بعض الناس عندما راوا المشهد انسحبوا من الاجتماع، ولكن الدكتور السيد برما ناصر هو شخصيه قوميه وعثر انه يستمر في هذا الاجتماع، ولكن بفهم انه هو متعلق بالصراع العسكري احدث التوتر في الفتره الماضيه. صحيح. ثم بعد ذلك بدات الاخبار المغلوطه والتقاط الصور وكتابه الكابشنات تحتها بطريقه غير صحيحه وتتداول وسائط، وهنالك اعلام يعني الان يعني يؤسفنا جدا يعني عدد في كثير من المواقع الالكترونيه وكذا هي تحيد عن المهنيه يعني، وده شيء مؤسف. يستميتوا في الترويج لاشياء تخدم اجنده معينه. نعم بالضبط يعني، طبعا مؤكد ما كل المواقع، لكن عدد منا لا يستهان به، عدد كبير جدا. صحيح. يعني فاعل جدا في الاشاعه وفي الفبركه وفي مزج الحقيقه بالكذب واستخدام مثل هذه اللقاءات لاغراض يعني. فقاموا وبدوا يتحدثوا انه ده نحن دايرين اتفاق اطاري جديد او كلام حلف جديد وهكذا، وده ما حقيقه. واعتقد انه النفي هو مناسب جدا وواضح جدا ان احنا هذه ليست عمليه سياسيه جديده، ونحن نتجه نحو الاطاري. فانا افتكر انه النفي مناسب لكن متاخر نوعا ما، وافتكر الناس يجب انه يتعلموا من الدروس السياسيين نفسهم. نعم. انه الان في حمله بتاعت اعلام مشوه ومشوه، يعني الاعلام ذاته يشوه وهو اعلام مشوه نعم. فلذلك يجب انه السياسيين يعني يتحلوا بمعرفه لمثل هذه المسائل، كيف تفبرك الاخبار. فاي زول ماشي مكان يعمل ستيتمنت كويس، يعمل بيان جيد، يوضح نعم يوضح المساله لماذا هو ذاهب وماذا سيناقش تحديدا. بالضبط يعني، لانه هناك في الان بيوت اعلام وصحف الكترونيه وكذا مدعومه ومموله للعمل ده يعني. نعم. متفرغه في كميه من الاشاعات الان هي تبث في الوسائط دي وفي شبكة الانترنت. نعم. وللأسف الشديد يعني أنا بجد كثير من الناس بيصدقوها يعني، الناس أنت بتستهين بالمسألة بيكون فيها أكاذيب مفضوحة جدا، لكن أنت بتكون في الأسواق وكده بيلاقيك زول بيسألك منها على سنة حقيقة يعني. صحيح. فلذلك الناس ما يستهينوا بالإشاعة، ما يستهينوا بالمواقع بتفبرك الأخبار وبتستميت في إنها هي عشان تحاول الديمقراطي، ده ما يتم زي ما قالوا تجمع المهنيين، في تفخيخ كثير جدا لمسألة التحول الديمقراطي. فأنا أفتكر أنه التصريح ده كافي جدا، واضح جدا هي ما في أي عملية سياسية، الاجتماع كان تم للأزمة بين العسكريين والعسكريين، ولكن زي ما قلت لك الفبركة والأخبار حاولت الترويج لغير ذلك يعني. استغلاله وكثير جدا هذه الآن في هذه اللحظة هذا الخبر ما حيكون متداول بهذه الطريقة، حيكونوا برضو مداولين الخبر. يتم تلوينه. نعم بالضبط الأكاذيب. فأنا أفتكر أنه إحنا في أزمة كبيرة جدا من حيث الإعلام وتداول الأخبار وآفة الأخبار رواتها يعني. طيب لحسم كثير من الجدل الدائر الآن، هل بات التوقيع على الاتفاق الإطاري وشيكا؟ نعم يعني أنا عملت حوار مع الآلية الثلاثية يعني. نعم. في الأيام الفاتت، وأفتكر أنهم هم متفائلين في أنه المسألة يمكن أن تكتمل في وقت قريب يعني. بيتكلم عن الورش العدالة تكتمل، أعتقد أنها انتهت أمس، والمسألة الورشة المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري أيضا يفتح النقاش فيها للناس، ثم بعد ذلك الناس يمشوا للتوقيع النهائي. كان يعني في سؤال جوهري أنا سألته في الحلقة. نعم. متعلق بالكتلة الديمقراطية، إن لم يأتوا للتوقيع هل سينتظر الناس طويلا يعني؟ نعم. فأنا أفتكر ده كان سؤال مهم، فهم أجمعوا أنه ما في الانتظار يعني على حساب البلد وعلى حساب الوطن الوضع. طالما هنالك كتلة حرجة، كتلة كبيرة جدا من القوى السياسية المؤثرة في التغيير وقادة التغيير، بإضافة للمكون العسكري، هم اتفقوا على هذا الاتفاق الإطاري، يجب أن البلد تذهب إلى الإمارة. وأنا فولكر كان عنده إجابة حصيفة جدا، وهو بيقول أنه سيظل الباب مفتوح للناس دي يجوا لهذا الاتفاق، ولكن قال لي إحنا سيظل الباب مفتوح لكن لا تستطيع أن تجبر أحد على الدخول حتى وإن فتحت الباب يعني. صحيح. ولكن بتفتكر أنه دي مشاكل سياسية تعالج في الأمام يعني. الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر صرح في الأسبوع الماضي بأنهم لن ينتظروا كثيرا يعني، سيتم انتظارهم ودعوتهم. نعم. هذه الأطراف التي يجب أن توقع، لكن إن لم يأتوا فلن ينتظروا. نعم. هو خلاف سياسي. نعم. فبفتكر أنه طالما هنالك كتلة كبيرة تستطيع أن تشكل حكومة وتذهب للأمام مع الاحتفاظ بحق التداول، باحتفاظ بما جاء في سلام جوبا، القضايا الأساسية. نعم. فأعتقد ما في مشكلة إنه الناس يمشوا للأمام ويقعوا اتفاق. طيب إحنا ذاتنا نمشي للأمام وننتقل إلى صحيفة الانتباه، ومنها نقرأ الحلو: يعتزم زيارة القاهرة لتسويق الاتفاق مع الكتلة الديمقراطية. يرتب رئيس الحركة
الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وقادة من الحركة لزيارة العاصمة المصرية القاهرة في 20 من مارس الجاري لترويج الإعلان السياسي الموقع مع الكتلة الديمقراطية. وفي 23 من فبراير الفائت وقع الحلو ورئيس ائتلاف الكتلة الديمقراطية جعفر المرغني إعلانا سياسيا اعتبر فترة الانتقال منصة لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة. وقال رئيس الحركة في مناطق سيطرة الحكومة محمد يوسف المصطفى لسودان تريبيون إن الحلو يعتزم زيارة القاهرة في 20 من مارس بدعوة من جعفر المرغني للتبشير بالإعلان السياسي ووضعه في برنامج حول المبادئ فوق الدستورية. وأشار إلى أن قائد الحركة سيزور بعد مصر عدة دول وهي إثيوبيا، كينيا، تشاد، أوغندا، تنزانيا، نيجيريا وبعض الدول العربية. هذه الزيارات التي يقوم بها الحلو وهذه الاتفاقات التي وقعها من جانب من قبل وقع مع أحزاب والآن عاد ليوقع مع أحزاب على النقيض دقيق من ذات الموضوع، فماذا يريد الحلو بالضبط؟ نعم، أعتقد أنه الخبر ده مهم نعلق على جزئية مهمة فيه وكلام نعم. قاله الناطق باسم الحركة نعم. في مناطق سيطرة الحكومة، يعني كونه أنه هذه الدعوة تكون من جعفر المرغني فهو شيء غريب، يعني أنه يدعوه جعفر المرغني لزيارة القاهرة. لا صحيح، يعني افتكر ما صحيح الكلام، الكلام ده الصياغه غير دقيق ولا الوضع الوضع شاذ. نعم، يعني ما ليس جعفر المرغني الذي يدعو الحلو ليزوره في القاهره، يزور القاهره ممكن نعم. يدعوه ليزوره هنا الخرطوم في دار ابو جلابيه في اي نعم. مكان ممكن يدعوه يعني صحيح. لكن لا يدعوه لزياره القاهره. فافتكر انه في خلل في التصريح نفسه من الناطق الرسمي، ولكن انا تواصلت هذا ما تم، يعني انا تواصلت مع لاحظ المساله ليست كذلك. نعم، انا منذ ان شفت الخبر ده طوالي تواصلت مع عبد العزيز او مع مكتب عبد العزيز الحلو القائد عبد العزيز الحلو، وهم نفوا هذه المساله جمله وتفصيلا، بيفتكر انه هذه زياره قديمه، دعوه قديمه من القاهره دعوهم لها ولكن تم تجديدها الان، وهي ليست ليس عليها لها علاقه بالكتله الديمقراطيه. وماذا عن هذا التبشير بالمواقف السياسيه؟ يعني هذا الحديث المذكور داخل نعم. متن الخبر يعني. نعم، اعتقد هو غير دقيق، يعني هذا الكلام غير دقيق، ولكن هم قالوا لي ربما جاءت في ظروف جديده بعد علاقتنا توقيعنا مع الكتله الديمقراطيه، لكن هي دعوه قديمه من مصر للقائد عبد العزيز الحلو، فلا يمكن ان يدعوه جعفر المرغني لزيارة القاهرة. ما مستقر هناك؟ هذا غير منطقي. لا ما مستقر هناك يعني. هو الآن موجود في السودان بعد هذه الأزمة، ومهما كان حتى ولو مستقر يعني نعم. فهو للقاء القيادات المصرية والدولة الحكومة المصرية، فلا يمكن أن تكون الدعوة من جعفر المرغني. طيب هذه واحدة. الشيء الآخر نعم. هم نفوا تماما أنه هذه الزيارة قديمة مبرمجة من وقت قديم. طيب تمام. تمت دعوة القائد عبد العزيز الحلو لزيارة القاهرة من وقت مبكر. طيب، فلذلك أنا أعتقد أنه المعلومات غير دقيقة في هذا الخبر وغير سليمة في بعض الأحوال، ومحاولة ربط التوقيع الحلو مع الكتلة الديمقراطية مع هذه الزيارة وخلق علاقة عضوية بيناتهم بإيراد اسم جعفر المرغني هو من قدم هذه الدعوة للحلو، رغم هذا لا يستقيم حتى منطقا يعني. نعم. نعم. طيب هذه الجولات التي يعتزم أن يقوم بها الحلو، الحلو إلى الآن موقفه بعيد من كل هذه الاتفاقات، بعيد من الإطاري، بعيد من الكتلة في منهجها الذي دعت له تحديدا، إلى الآن هو موقف منفرد. ف نعم. يعني ما هي مآلات الحركة الشعبية بقيادتها؟ نعم، أنا برضو لمحاسن الصدف يعني أنا نعم. أنا أجريت أيضا حوار مع القائد عبد العزيز الحلو، أنا كنت في جوبا الأسبوع الماضي نعم. نهاية الأسبوع الفات، فلاقيت القائد عبد العزيز الحلو وزرته نعم. وأجريت معه حوار وسينشر اليوم يعني عندنا في موقع استقصائي، ما دي دعايه يعني تمام هو مهم يعني الناس. انا زرته وعملت معه وجريت معه حوار صحفي، وهو ربما بيفتكر انه الاتفاق الاطاري هو خطوه نحو الحل، ربما هي ما الحل كامل، ما بيحل المشكله حل جذري كما قال، ولكن هو خطوه مهمه جدا نحو الحل. وانا كان بالنسبه لي مهموم بانه مساله السلام، اتفاق السلام، هو ربما انا ما قدرت اكشف الحوار كله، لكن هو بيقول انه البرهان اطاح باتفاق السلام اللي وقعه معه في مارس، الاتفاق الايطالي للسلام اطاح به بالانقلاب واعلان حاله الطوارئ. نعم. بيفتكر انه ما في اتفاق سلام ثاني، وبيفتكر انه ايضا هو بيقول بشكل واضح انه هو الحكومه التي ستنتج عن الاتفاق الايطالي هو سيجلس معها ويتحاور معها حول اتفاق السلام الجديد، فهو بيفتكر انه الايطالي هو بدايه حل، يبني حل. هو الآن يتحدث الناس عن أنه يمتلك القوة التي ربما لا يمتلكها من وقع على اتفاق سلام جوبا، الجميع يريد وقف الحرب ويريد السلام،
لكن ما تم تنفيذه من اتفاق جوبا إلى الآن لم يرقى للمستوى الذي يقول بأن هؤلاء من وقعوا الاتفاق يملكون الأمر في دارفور. نعم هو من وقع الاتفاق ما حدث في استباق سلام جوبا ما تم توقيعه ما يتعلق بالسلطة فقط، لكن بالترتيبات الأمنية ومسألة النازحين واللاجئين وكل هؤلاء لم يحدث شيء تماما يعني، ونسبة التنفيذ ضئيلة جدا. ولكن ما نفذ هو معالقة القيادات بالسلطة، تم جلسوا في مناصبهم وسكنوهم وكذا كما هو معلوم يعني. فهو لذلك هو يمتلك أراضي محررة يعني عبد العزيز الحلو، عندهم يعني إدارة مهمة، الناس شبه دولة يعني. موجودة هي أشبه بدولة صحيح. فيها نظام تعليم ونظام إدارة بالكامل يعني، لذلك هو بيستمد قوته من هذا المنطق، انه عنده اذا عنده مناطق محرره، عنده جيش شعبي حقيقي موجود قادر يديره، دخل في اتفاق سلام مع الدوله من قبل وكان موجود في كاودا، والقصه المعروفه يعني. فلذلك هي حلقه عندها وزنها لا يستهان بها، وهي مهمه جدا في السلام وبالذات في المناطق الموجوده فيها، ممتده من النيل الازرق الى جبال النوبه صحيح. عنده تأثير كبير في شريط واسع، وشريط حقيقة تعرض للتهميش في فترات مختلفة، وتم ضربه بالأنابل البراميل المتفجرة وكذا نعم. فهي منطقة فيها عاشت أزمة كبيرة، وهو الآن استطاع أنه يحصل فيها سلام ويحصل فيها استقرار في وجود الحركة هي اللي بتدير المنطقة. نتمنى أن ينضم هو وغيره إلى رقب السلام، أن يعم السلام كل ربوع السودان. متواصلين معكم أعزائي المشاهدين، لكن فاصل قصير ومن ثم نعود لنتواصل. أعزائي مرحبا بكم مجددا، ومرحبا بضيفي الأستاذ شوقي عبد العظيم، ونواصل معكم ما تبقى من أخبار وننتقل إلى صحيفة الجريدة، ومنها نقرأ استئناف ورش العدالة بالنيل الأزرق بعد عرقلتها من السلطات. استؤنفت الثلاثاء ورش العدالة والعدالة الانتقالية بإقليم النيل الأزرق بعد عرقلتها من السلطات بذريعة عدم السماح لبعثة الأمم المتحدة في السودان الدخول إلى الإقليم. وخطط موقع الاتفاق الإطاري لعقد ورش إقليمي عن العدالة في الخرطوم والنيل الأزرق ودارفور وكردفان، وكسل هذه الأيام تمهيدا لعقد مؤتمر شامل عن العدالة في الفترة المقبلة. والسبت قررت لجنة أمن ولاية كسلا منع قيام التئام ورشة العدالة الانتقالية للإقليم الشرقي لدواعي أمنية. أستاذ شوقي، يعني هذه واحدة من الخمس القضايا المؤجلة التي انطلقت ورشها قبل مدة وتأخرت هذه، والأخرى التي بالاتفاق الإصلاح العسكري أمني والعسكري نعم. نعم الآن في النيل الأزرق تم المنع في البدء، لكن تواصلوا مع الوالي وأمن على انطلاق الورشة وانطلقت، لكن في كسلا الإقليم الشرقي نعم كان هناك تعنت. نعم نعم أعتقد أنه هي الآن ما مشت بطريقة جيدة ورش العدالة نعم. للمسائل الأمنية دي، وهي أفتكر أنه كان مفترض يتم تنسيق أفضل من كده في أنه نعم. كيف تقام وكده ومتدارك هذه المسائل الأمنية، وكان في يمكن بعض الورش تقام في الخرطوم إذا كانت هناك فعلا حساسيات أمنية حقيقية ومشاكل حتى كانت تخص ولايات نعم أخرى نعم نعم، لأنه شفنا ورشة الشرق تم إقامتها في الخرطوم وكانت ناجحة جدا، وأنا كنت جزء منها يعني، كانت ناجحة نجاح كبير نعم. فلذلك مسألة ورش العدالة الانتقائية كانت تحتاج إلى مزيد من التنسيق والترتيب أفضل مما هو عليه الآن، لأنها تعسرت في كثير من المناطق نعم. وطبعا هي لما تتعسر بهذه الطريقة ربما تدي انطباع غير جيد، والمشاركة فيها ما بتكون بنفس الطريقة إذا كانت قامت في موعدها وقامت بطريقة المخطط عليها وكذا، كان حتكون أفضل يعني، وكان بيكون عندها نتائج كبيرة. طيب إلى أي مدى الآن ما أقيم من ورش إلى الآن نتائجه أصبحت عبارة عن توصيات مقبولة لدى الأطراف التي شاركت؟ حتى الآن لم يخرج شيء يعني، نحن ما شفنا حاجة مما يتعلق بالعدالة، لكن أنا في تقديري الورش سبقتها كانت ناجحة جدا نعم. وتوصياتها كانت مهمة جدا، وكان الأهم فيها أنه مشاركة واسعة من الناس يعني، في ناس لأول مرة يكون عندهم صوت والناس يسمعون عبر هذه الورش وتحدثوا وقالوا كلام مهم جدا نعم. الناس ما كانوا شايفينه يعني، كانت المسألة فقط لمتخذي القرار وكذا عبر التقارير الرسمية والغير رسمية، مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين نعم. يعني كان في أصوات حقيقية نعم. وكان لديها تأثير حقيقي حتى على التوصيات النهائية من مواطنين ومن أهل المنطقة ومن قيادات شبابية وهكذا، وقيادات المرأة كان لديها تأثير كبير. أنا حتى الآن لم اطلع على توصيات العدالة، ولكن إذا مشت بالطريقة كان مخطط لها أعتقد أنها كانت ستكون لديها أثر كبير ودور كبير يعني. نعم ننتقل إلى صحيفة اليوم التالي، ومنها نقرأ توجيه بتسوية معاش المعلم وفقا للدرجة الوظيفية. أصدرت وزارة العمل الثلاثاء توجيها جديدا قضى بالموافقة على توصيات اللجنة الفنية لإزالة التشوهات في الهيكل الراتب الموحد للمعلمين،
وفقا لخطاب صادر من وزارة العمل والإصلاح الإداري ممهورا بتوقيع مدير عام ديوان شؤون الخدمة المدنية. وتأتي الخطوة بعد التوصيات التي رفعتها لجنة المعلمين، وقالت لجنة المعلمين أن التوجيه قضى بفتح الكادر الوظيفي للمعلمين حتى مستوى الدرجة الأولى، وأن تتم تسوية معاش المعلم بالدرجة الوظيفية التي ظل يشغلها حتى تاريخ تقاعده. لجنة المعلمين مددت رفع الإضراب في الأيام الماضية، وهذا إيذان بأن هناك بعض أوجه الحلول قد باتت تلوح لهم في الأفق، والآن نرى مثل هذه القرارات تنصب في نفس الاتجاه. نعم، هي يعني أعتقد أن الاهتمام واضح من الأزمة دي من أولها حتى الآن، الاهتمام بالعملية التعليمية ضعيف جدا. نعم. الاهتمام بالتعليم من السلطة القائمة الآن ضعيف. نعم. وهو ليست أولوية، وما حدث يعني أعتقد أنه حصل تشوه كبير جدا في العملية التعليمية، حله صعب. التعليم ده ما هي يعني مسألة عملية متكاملة ومتواصلة. صحيح. بمواقيتها وبزمنها وبكالندر مفهوم وواضح، كلها مترابطة مع بعض. مترابطة مع بعضها البعض. نعم. والآن واضح أنه الكالندر ده حينفذ بطريقة متعسفة جدا. المفترض كان المنهج اللي بيتدرس في 10 حصص أو 10 ساعات حيدرسوه في ساعة واحدة. صحيح. حتى عشان مواقيت المسألة دي في نهاية الفترة مهم تنتهي في في تاريخها حسب الكالندر الموضوع، وده بيأثر على مجمل العملية التعليمية، على تلقي واستيعاب الطلاب. والطالب اللي بيمشي لك من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة بدون تأهيل جيد وبدون تعليم جيد، ده حيظل على هذا الحال يعني إلا تتم معالجات في المستقبل. فلذلك الاهتمام بالعملية التعليمية كان مفترض يكون من هذه الزاوية. الآن الحلول متأخرة، يعني أنت إذا كان أصلا يمكن أن تحل الأزمة بهذه الطريقة لماذا تأخرت إلى الآن؟ كل هذا الوقت يعني، وهي حقوق مشروعة ومعروفة للمعلمين. نعم. رواتب سيئة جدا ومتردية وغير متوافقين. يعني إحنا أنا بتكلم مع أحد المعلمين في الدرجة الأولى بسأله بيقول له أنت في الدرجة الأولى عندك عربية؟ الحكومة موفرة عربية؟ فكان يعني استغرب جدا جدا من سؤالي، يفتكر انه سؤال غبي جدا على النقيض من اقرانه في الوزارات. نعم. الاخرى، الوزارات الاخرى بيدوا عربيه يعني في الدرجه. نعم. الاولى حسب الدرجه. فالاهتمام بالعمليه التعليميه اصلا ضعيف يعني دخل طوال فتره النظام البائد، وثم الان المساله رحلت بعد الانقلاب طبعا الوضع تردى جدا جدا. الان هل نطمع في ان يستمر العام بسلاسه ما تبقى منه؟ والله انا اعتقد هو العام ده انا في تقديري لحد كبير فاشل يعني. يعني العملية التعليمية فشلت بالإضرابات المتوقفة. يعني انضم للسنوات الماضية حيث. نعم. الكورونا. نعم. والانقلاب وغيرها. يعني. نعم. نعم. وأنا لأول مرة قلت لهم إحنا بنشوف طالب بيمشي المدرسة وطالب ما بيمشي المدرسة. تجي عربية الترحيل للتعليم الخاص، الطالب اللي بيدرس في التعليم الخاص بيمشي بيدرس. صاحب التعليم الحكومي جالس. التعليم الحكومي قاعد في البيت، وده حتيجي تمتحنه نفس الامتحان الموحد ده. ليس هناك عدالة. إنه دي عملية الآن هي سيئة جدا. نعم. ننتقل إلى صحيفة الصيحة ومنها نقرأ: الشيوعي لا نعادي الجيش. قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني علي سعيد أن رفض حزبه للحوار الإطاري يأتي من منطلق رفضه للحوار مع العسكر، وأضاف: نحن لا نعادي الجيش لأنه مؤسسة وطنية تتكون من أبنائنا وبناتنا وهو منوط به حماية البلاد وأمنها. وتابع في تصريحات صحفية: لكن لن يحكم، فهذه المسألة ليست من مهامه، فهذه المؤسسة لن تستطيع أن توفق بين العقيدة القتالية والعمل السياسي العام. مع طول تاريخ السودان منذ الاستقلال وإلى الآن، هذا التاريخ الطويل حكمه العسكر في فترات كثيرة جدا، امتدت 3 أو 4 سنوات ومن ثم 16 عاما وأخيرا 30 عاما. كيف ترى مثل هذا التصريح؟ هل فعلا العسكر لا يجيدون أن يجمعوا بين هذه العقيدة القتالية وطرق الحكم؟ نعم، يعني الجيش يتضرر جدا من السياسة. نعم. أول المتضررين في عندما يشارك القادة العسكريين في السلطة الجيش نفسه هو أكبر المتضررين من العملية السياسية، وده شفناه خلال 30 سنة. أنا شخصيا دائما بكرر أنه ما في جهة استغلت الجيش وأضرت بالجيش زي الإسلاميين، الحكموا 30 سنة. نعم. وهم حكموا حكم عقائدي غابط، وكان الناس بيدخلوا الجيش باستمارة التنظيم. نعم. فده أثر على الجيش جدا، فهم الناس أكثر ناس استغلوه. يعني حتى الشيوعيين دي الناس بيتهمون بأنهم كانوا جزء من انقلاب نميري، لكن ترى أنه نميري بأسرع وقت اختلف معاهم وحكم بنفسه وحكم بدفعته بناسه بالناس اللي حوله وكده. لكن الإسلاميين حكموا هم بالجيش واستغلوا الجيش استغلال كامل كامل يعني. والقائد الجاي من الجيش العمل انقلاب في 89 ظل يحكم 30 سنة، حتى هم ما استطاعوا يبدلوا بحاكم مدني. الإسلاميين أنفسهم. نعم. تورطوا في أنه الحاكم ده بيقوا ما قادرين يحولوه لحاكم مدني، رغم انه بدل منص البدله العسكريه وقال انا خلاص داري اترشح في الانتخابات وكده، لكن ظل عسكري يستدعي البدله العسكريه دي في اي ازمه. طيب. حتى هو الان كان ينحدر نحو السقوط، الناس شافوه كيف لبس البدله العسكريه وقال لما المزيكا تدق كله فارغ حيدخل جحر وكده. صحيح. فظلت هي حكم عسكري غابط
حكم أمني الإنقاذ، وكان للأسف جدا يعني الإسلاميين كانوا مستخدمين. في آخر فقدت بوصلتها، بقى ما عارفين هم ذاتهم بالحكم دارين شنو، في قائد عسكري قاعد، حكم أمني غابط، الناس يعتقلوا ويدخلون بيوت الأشباح من بداية الإنغاز، ثم يقتلوا في نهاية الإنغاز بنفس الجرائر، إنك أنت احتجيت على الحكم والسلطة، تموت مقتول زي المعلم أحمد الخير وغيره، نعم. والصحفيين والإعلام يدخلوا، كل المعتقل في السجن تطبلوا بالطبلة. فما كان في الآخر ما فهموا هم دارين شنو، انتهى لشهوات، انتهى لناس عملوا قروش وعمارات وبنوا واحتكروا الدولة وعلموا أولادهم، انتهت السلطة كده في وجود الجيش الحاكم، وانتهت لفساد مطلق ربما لم يحدث حتى منذ أن خلق الله آدم يعني. قصص فساد مذهلة يعني. فلذلك الجيش تضرر جدا، سمعته تضررت جدا، وشفنا جيوش بتتدخل في حدود حماية النظام السياسي، مش في المشاركة أو التأثير أو اختطاف النظام السياسي. ودي الأزمة، واعتقد أن كلام الحزب الشيوعي كلام دقيق جدا ومناسب جدا في هذه المرحلة. هذا ما يلي اتجاههم نحو الجيش وحديثهم عن الجيش، لكن ما يلي يعني ابتعادهم عن الاتفاق الإطاري. الجميع يدعو إلى توحيد جبهة وطنية عريضة مناهضة للإنقلاب، لماذا ينأى الشيوعي بنفسه بعيدا؟ أعتقد أن الفكرة واضحة جدا، هو بيفتكر أنه هو ليس ضد الجيش ولكن ضد السياسيين من الجيش، ولا يتشاركون في السلطة يعني. هو الآن بيفتكر أنه هل الإطار الآن سيؤدي إلى مشاركة العسكريين في السلطة؟ هم حتى وجود العسكريين الخمسة العاملوا للإنقلاب، هم في الأول وقعوا على الوثيقة وكانوا جزء من الوثيقة الدستورية، صحيح. حتى قبل توقيعها بلحظات، نعم. ولكن عندما حدث انقلاب 25 أكتوبر بيفتكروا أنه حتى الخمسة يعني البرهان وحميدتي والكباشي وياسر العطا وإبراهيم جابر هم يطلعوا من العملية نهائيا يعني. الجيش حتى في مجلس أمن ودفاع يأتي بآخرين، بيفتكروا أنه ديل في الآخر هم دي خيانة للثورة، الانقلاب بمجمل خيانة للفترة الانتقالية، ولا يمكن أن تتعامل معهم إلا بإزعان، أنت أزعنتهم. هذه رؤية الحزب الشيوعي. الآخرين بيفتكروا أنه هذه حلول يمرحلوا هذه الحلول، والحل لا يأتي دفعة واحدة، فيقبلوا بأنهم يخرجوا من السياسة ويخرجوا من التنفيذ ويخرجوا من الشراكة إلى مهام متعلقة بالأمن والدفاع فقط. هذا الاختلاف الموجود الآن ألن يؤثر في تراجع المادة الثوري أو نعم. تنفيذ ما تسعى إليه الثورة؟ نعم بشكل كبير هو مؤثر، حتى هذه اللحظة مؤثر يعني. نعم. ومن الأفضل الناس يتفقوا في كتلة واحدة، يلتقوا في حد أدنى من الاتفاق، ده كان بيكون أفيد للفترة الانتقالية، أفيد للديمقراطية، ولكن هذا رأي يحترم. نعم، مثلما توافق الجميع وأسقطوا بشير يعني. انهيار الثقة في العسكريين السياسيين الموجودين اللي هم بيتهمون حتى بفضل الاعتصام وبيتهدون بأنه هم عملوا انقلاب 25 اكتوبر وكده، فالثقه فيه ما يجب ان لا تكون. قضايا العداله والعداله نعم. الانتقاليه ستعالج كل هذه الامور، حتى نبعث برساله اطمئنان نعم. لاولياء الدم يعني. بشكل كبير هي مساله العداله، هي مساله لا تنتهي بالتقادم، لا تسقط بالتقادم. نعم. هنالك حروب يعني، هذه الحروب الكبيره الجرائم الكبيره تعالج في اطار عداله انتقاليه دائما، ولكن مع الاحتفاظ بحقوق الناس ومطالباتهم وهكذا، وشفناه في دول كثيره يعني. نرجو انه هذا النموذج يطلعنا لبرا ويحقق العداله للناس ولأسر الضحايا إن شاء الله. نختم بخبر رياضي ربما يكون مزعج قليلا لجمهور ومتابعي الهلال، وإن كان يعني لا يحمل الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحسب على الهلال، لكن دعونا نتابع الخبر. الكاف يستجيب لطلب الأهلي المصري. وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على طلب الاهلي المصري بشان مباراة الهلال السوداني ونظيره صن داونز الجنوب افريقي المقرر رقابتها السبت على ملعب استاد الجوهر الزرقاء في اطار منافسات دوري مجموعات في دوري ابطال افريقيا. وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف وضع مباراة الهلال السوداني امام نظيره صن داونز الجنوب افريقي تحت مراقبة لجنة الانضباط منعا لاي شبهة تفويت، وذلك بناء على طلب النادي الاهلي. وينافس النادي الاهلي فريق الهلال السوداني على حجز بطاقه التاهل الى دوري ربع النهائي لابطال افريقيا رفق صن داونز الذي ضمن بلوغ ذلك الدور بعد وصوله الى النقطه العاشره. الكاف والاتحاد الافريقي والذي بات يعني يقسو كثيرا نعم. بالعقوبات على فريق الهلال طيله هذا المشوار، والهلال يحقق في هذه النتائج نعم. الان ثالثه الاسافي ان يوصي الكاف بان يكون هناك مراقبين حتى لا يتم التلاعب بنتيجة مباراة الهلال القادمة. أنا أفتكر أنه الهلال ما ينزعج ومشجعي الهلال ما ينزعجوا، رغم أنه أفتكر أنه الهلال ما عنده نية في أنه يعني يحدث أي خرق أو تجاوز عشان يفوز بهذه المباراة، وهو حظوظه ما زالت كبيرة في أنه يتقدم في هذه المنافسة في هذه الدورة، فلذلك أنا ما منزعج. الحقيقة أفتكر ما مفروض تكون مزعجة للناس، بل على العكس تؤكد أنه فوز إن شاء الله سيكون فوز مستحق
للهلال وانتصار مستحق ويذهب للأمام يعني. والله نتمنى ذلك يعني، حرم من جماهيره ومن ثم نعم. غرم والآن يراقب نعم. في هذه المباراة. نتمنى له التوفيق وأنه يحصل على هذا الكأس إن شاء الله. شاكر جزيلا لك أستاذ شوقي عبد العظيم على هذه الإفادات، وشاكر لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ونتمنى أيضا الفوز للهلال والتفوق للمريخ كذلك ولكل الفرق السودانية. إلى الملتقى في حلقة جديدة من بالبونط العريض، في أمان الله.